خليني أقول في ثلاث شهادات مهمة جدا في قضية أو قصة التجلي. أولا شهادة الآب اللي كان فعلا مدرك بالنسبة للتلاميذ ومدرك أيضا بالنسبة لبطرس الرسول. الله الآب أكد شهد ووثق شرعية لاهوت المسيح قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سرت. ثم نرى شهادة العهد القديم، شهادة موسى وشهادة إيليا. موسى وإيليا الرب اختارهم الشخصيتين يصنعوا معجزات خارقة. موسى يمثل الشريعة، الرب أعطى موسى الوصايا العشر. إيليا يمثل الأنبياء، وهذا طبعا تمثيل مهم جدا لتأكيد شخصية وهوية يسوع المسيح. والشهادة الثالثة شهادة العهد الجديد، شهادة بطرس، شهادة يوحنا ويعقوب. بطرس يقول: كنا معاينين عظمته. يوحنا قال عبر تعبير كتير مهم بشهادة كتير مهمة، قال: رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. وهذا الشيء تم هنا على الجبل المقدس.